الحمد لله الذي من علينا أن كنا وصلنا لهذا البلد الطيب مكة المكرمة لأداء المشاعر وأداء فريضة الحج الركن الخامس للإسلام. الحمد لله الذي من علينا بناس أخيار تفضلوا علينا بفندق طيب وكانت الباصات مريحة، ولولا فضل الله علينا وعليهم أن من الله علينا بذلك، ولا فإن الرحلة كانت طويلة من البلاد في سواء كان في كل مناطق اليمن عبر الوديعة ثم إلى الحدود، وكانت فيها محطات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نلقي هذه الكلمة يعني أن احنا جينا من اليمن حجاج لبيت الله الحرام مستغفرين الله لنا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويصلح الأمة الإسلامية للإسلام وللدين والإصلاح الذات البين وشكرا. كيف كانت رحلتكم؟ رحلة والله لا بأس، يعني بالنسبة يعني مرتاحين يعني الحمد لله، انها الترتيبات والشيء تمام ونحمد الله على كل حال. اسمك؟ علي عبد الله حسين السباري. اسمك؟ علي عبد الله حسين السباري. من اين؟ من خيوان. محافظة عمره. ايوه. رسالتك لاقاربك لا هنيهم يعني بحلول العيد المبارك القادم، ونقول لهم ندعي لهم في هذا الأمكن الطيبة، وأن الله يحفظهم ويخليهم ويحفظهم يعني ويخارجكم من كل ضيقة. مشاعر يعني طيبة، فرحة، لا كنا متوقعين أن احنا يعني ندخل إلى الأراضي المقدسة سبب ظروف البلاد، ويعني سنتين أو ثلاث سبب كورونا، وجوازتنا لهن ثلاث سنوات، وإحنا كل ما سنة يقولنا قالوا ما فيه، ولكن الآن شعرنا بالراحة بالطمأنينة، والحمد لله لأن الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى هذا الأراضي المقدسة. نحمد الله ونشكر الله إن الله سبحانه وتعالى جمعنا بيننا وبين المسلمين، وفرحة ما شاء الله. فيجب على كل حاج أن يستشعر هذا الأمر العظيم وهذا الركن العظيم الذي من أركان الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزيكم خيرا، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يحفظ الحجاج من كيد الكائدين، وأن يحفظهم، وأن يجزي هذه البلاد المباركة بلاد خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام من الراحة والاطمئنان والتعاون على هذا الخير. فصراحة فقد وفروا لحجاج بيت الله الحرام جميع الراحة وجميع سبل الراحة من المآكل والمشارب والمساكن. مشاعر فياضة بالإيمان وحب البيت الحرام، ولمسنا اهتمام كبير جدا من الأخوة في المملكة العربية السعودية، سواء في الاستقبال في المطار، سواء في الترتيبات داخل الحرم الشريف. لم يسبق أن نأتي إلى هذا المكان إلا وهذه هي أول مرة، ونشكر قيادة المملكة العربية السعودية على هذا الاهتمام الكبير بحجاج بيت الله، سواء من اليمن أو من باقي الدول العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يمن عليهم بالخير والبركة والأمن في هذه البلد. نحمد الله على هذه النعمة التي من الله علينا بها، أننا وصلنا إلى هذه البقعة المقدسة، نتمنى هذا منذ فترة طويلة، والآن تحقق ما تمنيناه بفضل الله. كيف كانت رحلتكم؟ رحلة ما شاء الله ممتازة جدا جدا.